السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم معنا في دورتنا الثالثة لبرامج الأوفيس. دورتنا لهذا اليوم بعنوان تعلم مايكروسوفت إكسل. بنتعرف إن شاء الله على أهم استخدامات برنامج الإكسل وأهم ما يميز البرنامج. راح نتعرف على نافذة البرنامج والتعامل مع ورقة العمل، إضافة البيانات إلى ورقة العمل وتنسيقها، التعامل مع الخلايا، التعامل مع الصفوف والأعمدة، الصيغ الرياضية، الدوال، إدراج المخططات البيانية وحفظ ورقة العمل، وأخيراً طباعة ورقة العمل. في البداية أحب أوجه سؤال للحضور: هل سبق واستخدمت برنامج الإكسل؟ إذا لم تتعرف عليه سابقاً أرسل صفر، استخدمته في الدراسة فقط أرسل واحد، إذا كان غير ذلك ممكن تذكر لنا استخدامات الإكسل. واحد، الأغلب واحد، والتخطيط تمام، حلو، إنتاج الاختبار، إنشاء جداول تحليل البيانات، تمام، ما شاء الله، في الحضور استخدمه في الدراسة فقط، وفي لم يتعرف عليه سابقا، وفي ما شاء الله مستخدمينه بشكل جميل. احنا راح نتعلم اليوم ان شاء الله اهم استخدامات الاكسل. اذا كنتي ما استخدمتي قبل راح تتعرفي ويانا على الاساسيات، وإذا كنت تستخدمه أو كنت تستخدميه راح تتعرفي إن شاء الله على معلومات أفضل أو اختصارات أسرع. وفي البداية، برنامج الإكسل هو عبارة عن برنامج الجداول الإلكترونية، يتيح تخزين عدد كبير من هذه البيانات في جداول، يسمح لنا بتخزين البيانات والقيام بالعمليات الحسابية والتحليلات الإحصائية وإنشاء الرسوم البيانية باستخدام أوامر سهلة الاستعمال. طبعاً أغلب المستخدمين لبرنامج الإكسل هم المحاسبون أو الإحصائيون، المختصون في التخطيط والتحليل المالي، أيضاً في التسويق ومسؤولي المبيعات. طبعاً راح أشرح كذا تدريب أوضح أهم الاستخدامات منها المبيعات. نتعرف على واجهة نتعرف على الواجهة الرئيسية للبرنامج. عندنا طبعاً هي في البداية كشكل يعني فيها من برامج الإكس، برامج الأوفيس، فيها أساسيات برامج الأوفيس موجودة في الإكسل، منها شريط العنوان كأي شريط في برامج الإكسل. عندنا عنوان المصنف، أيضاً في شريط العنوان يحتوي على أيقونة الإغلاق والاستعادة والتصغير النافذة. هنا عندنا شريط أدوات الوصول السريع. طبعاً شريط أدوات الوصول السريع إذا كنا حابين يكون في أوامر موجودة على هذا الشريط نرجع عليها بشكل دائم، تمام، ممكن إن إحنا نحط فتح جديد، طباعة سريعة، بريد إلكتروني، تدقيق إملائي، أي شيء إحنا حابين نرجع له بشكل سريع يكون موجود على هذا الشريط على طول. طبعاً أنا حاطة تراجع وإعادة وحفظ وحفظ تلقائي، ممكن إني أشيله الحفظ التلقائي، شوفوا اختفى، مجرد ضغط جديد مثلا او اشيل الحفظ. طبعا الحفظ شيء يعني مهم يكون موجود على الشريط هذا. عندنا هنا التبويبات، هذه التبويبات، تمام، تبويب ملف، تبويب الشريط الرئيسي، تبويب ادراج، تخطيط الصفحه، صيغ، هذه لها تبويبات، تمام. كل تبويب في شريط، هذا الشريط يحتوي يعني الشريط الرئيسي يحتوي على شريط، هذا شريط، هذا الشريط يحتوي على عدة مجموعات، مجموعة خط، مجموعة محاذاة، مجموعة رقم، مجموعة أنماط، هذه المجموعات، تمام. المجموعة هذه تحتوي على عدة أيقونات، كانت قوائم، أوامر، تمام. راح طبعا مجموعة خط يعني الأشياء اللي تخص الخط، محاذاة أشياء تخص المحاذاة، وهكذا. هنا الإكسل وش اللي يميزه؟ يميزه هنا عندنا شريط الصيغة الرياضية، هذا الشريط الأبيض شريط الصيغة الرياضية. وش نستفيد منه؟ نستفيد منه أي شيء في الخلية، كانت عملية حسابية، كان أي نص مكتوب راح يظهر معنا في الشريط الصيغة الرياضية، تمام. هنا عندنا شريط التمرير العمودي، وهنا الأفقي، تمام. هنا منطقة الأوراق، يعني هذه منطقة العمل تسمى بورقة، تمام. حابين نضيف ورقة ثانية
بعلامة الجمع هذه، نضغط عليها نضغط عليها وينضغط مع يظهر معانا ورقة ثانية. حابين نضيف ورقة ثالثة، نضغط على علامة الزائد أو الجمع، يظهر ورقة ثالثة. طبعا التنقل بينهم مجرد الضغط، نتنقل بين الورق. تمام. طيب حابة أفتح مصنف جديد، من ملف نفتح جديد، نختار مصنف فارغ أو نختار قالب من القوالب الجاهزة، نعدل عليها تعديل بسيط، يعني هي منسقة وكذا، نعدل الأرقام فقط أو تعديلات بسيطة. عندنا مثلا فاتورة مبسطة، تقدير الحضور الأسبوعي، جداول الطلاب وغيرها من القوالب الجاهزة. تمام. لو حبينا نفتح مصنف سبق العمل عليه وحابين نعدل عليه أو نطلع عليه أو نطبعه، من فتح وكمبيوتر ونختار موقع الملف أو المصنف اللي إحنا حافظينه ونسوي فتح ويفتح معنا. تمام. طيب نجي إلى منطقة العمل هذه. هذه المربعات اللي تشوفوها أنتوا قدامكم، هذه خلايا. طيب الخلايا مجرد ما أضغط عليها أو أنقر عليها بالماوس يتتحدد عندي، معناتها دلالة على أن هذه الخلية نشطة. نشطة بمعنى أني مجرد ما أكتب أي شيء على الكيبورد راح ينكتب في الخلية هذه. تمام. في الأعلى عندنا الحروف زي ما أنتم شايفين تسمى، هذه أعمدة يشار إليها بالحروف. طيب الصفوف يشار إليها بالأرقام، يعني هذا الصف وهذا الصف. تمام. طيب تقاطع العمود مع الصف يعطينا الخلية. طيب كيف نعرف اسم الخلية أو مرجع الخلية؟ طيب عمود الخلية هذا B والصف 3 زي ما أنتم شايفين مضلل شوي كده، فمرجع الخلية B3. لو هنا مثلا هذه الخلية F2، هذا مرجع الخلية أو اسم الخلية. وش راح نستفيد فيه من اسم الخلية؟ راح نستفيده في الصيغ لما نكتبها، راح أوضح في التدريب. تمام. طبعا إذا جي هذه مجرد تحديد للخلية، حابة أحدد العمود أضغط على الحرف حق العمود، يضغط يحدد لي العمود كامل. حابة أحدد الصف أضغط على أو أنقر على الرقم الصف يتحدد عندي الصف كامل. طبعا التحديد هذا ممكن تشوفوه شيء عادي، لا، التحديد مفيد إلى عدة استخدامات راح نستخدمها. طيب حابة أحدد كذا خلية بس مو بشكل متجاور، يعني ما هي في صف واحد ولا هي في عمود واحد، أضغط على الخلية الأولى اللي أبغى أحددها، مثلا أبغى أحدد هذه الأولى اللي حددها، أضغط ضغط مستمر على كنترول وأضغط على كذا خلية أنا حابة أحددها. تمام. ويتحدد وياي بشكل سريع. حلو. هذا لو حابين نحدد عدة خلايا غير متجاورة. طيب حابة أحدد عدة صفوف غير متجاورة، أضغط نفس الشيء على الصف اللي أبغى أحدده بكنترول ضغط دائم عليه وأحدد الصفوف اللي أبغى أحددها. تمام. حابة مثلا أحدثها، حابة بهذه الطريقة بكنترول ضغط مستمر على كنترول بالضغط على الصفوف اللي حابة أحددها، والأعمدة كذلك نفس الشيء. طيب بشرح كده مثال، بحاول أني أستخدم عدة استخدامات فيه عشان أوضح إليكم بطريقة شوي أفضل. مثلا نستخدم أرباح، مثلا شهور. تمام. نحسب الأرباح مثلا، مصروفات، ونطلع صافي الربح. تمام. نكتب الشهور يناير عشان ننتقل إلى العمود الثاني
بالأسهم في لوحة المفاتيح أو بالتاب. تمام، نكتب الأشهر تاب عشان ننتقل إلى العمود الثالث أو الرابع. تقريبا بخلي 6 أشهر كذا، ونحسب الإجمالي للأرباح والمصروفات، طيب أيضا المتوسط. تمام، الحين نضيف الأرباح. مجرد الضغط على الخلية زي ما قلنا تحدد عندنا، صارت الخلية نشطة، نقدر نكتب فيها كلام، أرقام، قصدي نصوص، أرقام، رموز، أيا كان جميع أنواع البيانات نقدر نكتبها في الخلية. تمام، نكتب مثلا 1000. المصروفات مثلا 500، الأرباح نقول 1005، مصروفات أيضا 500، ممكن يكون الأرباح 1000 والمصروفات أقل، ممكن طيب ضفنا الأرباح والمصروفات. تمام، الحين إذا كان عندي طبعاً أنا ضايفة 6 أشهر، لو كان عندي سنة، سنتين، أرباح سنة كاملة راح أطلعها، صعب أني أحسبها كذا. الأكسل يساعدنا في الحساب عشان نطلع الإجمالي حق الستة الأشهر هذه كلها، نحدد الخلية اللي حابين يطلع الناتج فيها، بعدها نروح للشريط الرئيسي. تمام، فاتحين احنا الشريط الرئيسي، نروح الى هذه الأيقونة المجموع، نضغط المجموع راح يتحدد الخلايا اللي في الصف نفسه كلها. طيب زي ما قلنا قبل ان الخلية الاولى يرمز اليها او اسم المرجع حقها B2. تمام، حددها نقطتين رأسيتين بمعنى إلى، يعني من B2 إلى G2. تمام، حددها. مجرد ما أضغط Enter رح يطلع وياي إجمالي الأرباح. تمام، هذه طريقة. طيب طريقة ثانية، طريقة ثانية إلى الجمع، نضغط على إشارة المساواة في لوحة المفاتيح ونكتب sum دالة الجمع. تمام، هذا إذا كنا عارفين أسماء الدالة. طيب دالة sum، طيب الحين نحدد الخلايا اللي إحنا حابين نجمعها، نضغط Enter يطلع معانا الناتج. تمام، المصروفات، إذا حابين نحسب المصروفات ما راح أرجع وأعيد العملية من جديد، راح أضغط على الأولى وأسحب علامة الزائد، شوفوا مو الكبيرة هذه اللي تظهر البيضاء، لا السوداء هذه، الجمع هذه الصغيرة، يسحب إلى تحت يتنفذ وياي عملية الجمع أيضا في الخلية اللي بعدها. كيف نتأكد؟ نضغط على الخلية في شريط الصيغة الرياضية، هي عندنا عمل لي سم من B3 إلى G3. تمام، عشان هذا بالنسبة إلى الجمع. طيب بالنسبة إلى المتوسط، المتوسط هو شو؟ هو مجموعهم على عددهم. طيب ما راح أجمعهم وأقسم لا، في دالة تساعدني على عملية الجمع والقسمة مرة واحدة، تسمى بالأفريج.
نجي أول شيء حددت الخلية اللي أبغى الناتج يطلع فيها، تمام؟ نروح إلى هذا الرمز ونضغط المتوسط، حدد طبعاً كتب لي الدالة average، وحدد من ال B2 إلى ال G إلى ال H. إحنا ما نبقى ال H، طيب إحنا نبقى إيش؟ نبقى نحدد من ال B إلى ال G. Enter، راح يطلع وياي المتوسط، تمام؟ طبعاً ما راح أكرر، لو كان عندي أكثر من شيء ما راح أكرر العملية أكثر من مرة، يعني أغلب المستخدمين إلى الإكسل ما عندهم وقت كفاية للعملية هذه، لو كان عندهم وقت كفاية كانوا بيستخدموا الورقة والقلم. فعشان يكون بشكل سريع بسحب كذا، راح يتنفذ وياي العملية في الخلية اللي تحتها اللي هي للمصروفات، تمام؟ طبعاً لو كتب يساوي average طبعاً في هذه الخلية، عشان نحذفها نحدد الخلية وديليت من لوحة المفاتيح حذف لي اللي كان موجود. طبعاً نضغط يساوي average، راح يظهر وياي، اختار average وحدد الخلايا، هذه طبعاً الطريقة الثانية، وانتر، طلع لي نفس الناتج. عدة طرق بس كل واحد وعلى حسب اللي ارتاح إلى أكثر. طيب نجي نحسب صافي الربح. صافي الربح هو إيش؟ هو طرح نطرح من الأرباح المصروفات اللي صرفناها عشان نطلع الربح حقنا. نكتب يساوي ونحدد الخلية اللي بنطرح منها، علامة الطرح من لوحة المفاتيح، نضغط على الخلية الثانية اللي بيطرحها، انتر، راح يطلع معاي الناتج. طبعا ما راح اشتغل على الأشهر الستة كلها، إذا كان عندي مثلا سنة أو بيانات مرة هائلة ما راح اشتغل زي ما قلنا عليها كلها واحدة واحدة، راح اسحب بيطلع معاي الناتج سهولة، تمام؟ إذا كان اللي شرحته واضح أعطوني رقم 2 في الشات. تمام، مو واضح حق المتوسط ليه؟ شو مو واضح؟ عيدي شوي. طيب اللي يقول عيدي أعيد أي نقطة بالضبط؟ الفقرة الأخيرة، أوكي. بالنسبة للفقرة الأخيرة، طيب نسوي استرجاع، أوكي. عشان صافي الربح نحسبه، هو شو صافي الربح أساساً؟ هو طرح الأرباح اللي إحنا يعني طلعناها، نطرح منها المصروفات اللي صرفناها على هذه المنتجات، مثلاً كان أي منتج كان، طيب عشان نطرح منه اللي صرفناه بيطلع عندنا الربح اللي احنا استفدناه، تمام؟ فهو طرح العملية. مجرد ما أضغط يساوي على من لوحة المفاتيح في الخلية اللي أبغى يطلع الناتج فيها، تمام؟ أحدد الخلية الأولى اللي بطرح منها وأحط علامة الطرح من لوحة المفاتيح أيضاً، وأنقر على الخلية الثانية اللي بيطرحها، يعني بيطرح هو أساساً الأرباح، بيطرح منها المصروفات، تمام؟ أضغط إنتر على لوحة المفاتيح يطلع وياي صافي الربح. عشان يحسب لي لباقي الأشهر كلها صافي الربح، ما رح أحسب شهر شهر صافي الربح حقي، لا. الخلية هذه زي ما قلنا علامة الزائد هذه الصغيرة السوداء اللي تطلع عندنا، أضغط زر الفأرة الأيسر وأسحب إلين أوصل اللي أنا أبغى صافي الربح بس إلى الأشهر، تمام. حسب لي صافي الربح إلى كل الأشهر. أبغى الإجمالي أيضاً يحسب لي صافي الربح حقه، تمام، بسحب بعد. أوكي، اللي قالت أعيد واضح؟ أوكي. المتوسط هو شو؟ طبعاً عشان أبحذف الخلية
لاني بحذفها فبذكر لكم الخطوة. نحدد الخلية ونضغط ديليت من لوحة المفاتيح بنحذف وياي الموجود في الخلية. تمام، عشان احسب المتوسط منها من احنا فاتحين الشريط الرئيسي ما غير. تمام، نجي هنا الى ايقونة المجموع، نختار المتوسط، حدد لي الخلايا كلها. اوكي، بضغط انتر بيحسب لي المتوسط. اوكي، طبعا انا اخترت الاجمالي وياه بس زي الجمع بنفس الاسلوب اللي قالت اعيد المتوسط. واضح؟ تمام، نيجي الى تنسيق النص. الجدول شوي صاير على بعضه وشوي الكلام يعني يحتاج تدقيق عشان نفهم وش موجود فيه. طيب، نحدد النص مثلا حابين نكبره او نغير الخط حقه، حددته. تمام، ابغى اغير العمود بعد في نص، ما راح احدد الصف اول لحال والعمود لحال، لا، حددت الصف كنترول من لوحة المفاتيح، بحدد العمود أيضا، بروح إلى الخط هنا، مجموعة خط. تمام، مجموعة خط، لحظة بس، مجموعة خط هنا راح أغير نوع الخط، بختار الخط اللي يناسبني على حسب يعني كان مشروعك خاص بتختاري الشيء اللي تحبيه، كان شيء عمل ملزومة بخط معين، على حسب اني تحتاجي، انا هذا يناسبني. تمام، الخط شوي صغير، ممكن نكبره من هنا او ممكن من هنا. اوكي، الحين زي ما شفتوا لما كبرنا الخط صار العمود الكلام نصه يعني مو واضح كامل، راح حروف كده انأكلت. عشان نعدل العمود هذا، شفتوا السهم اللي طلع هذا بهالطريقة في العمود، نضغط كليك على الماوس وراح دبل كليك طبعا، وراح يسوي لنا احتواء للنص، يعني العمود يصير كافي الى النص. تمام، طبعا هذه طريقه. الطريقه الثانيه، طبعا هذه السريعه، الطريقه الثانيه عشان العمود يكون كافي، نروح الى تنسيق. تمام، ونسوي احتواء تلقائي بعرض العمود، سوى لنا احتواء، صار الكلام واضح في العمود، يعني العمود حجمه مناسب إلى الكلام. تمام، طبعا دبل كليك هي أسهل. طيب، حاب الأشهر هذه صايرة أصغر من هنا، وحابة يكون بنفس المستوى أو بنفس العرض، ما راح أسحب عمود لحالة، لا، راح أحدد الخلايا كلها من هنا عشان نحدد كامل من الزاوية. اوكي، وراح نسحب، مجرد ما سحب الاعمده كلها صارت بنفس المستوى. طيب، اني ابغاه اصغر شوي كذا، صغروا كلهم بنفس المستوى، ما راح يعني يصير واحد كبير واحد صغير واحد، لا، ما راح اتعب في ذا الموضوع. تحديد كامل، احدد بس عمود واحد، اراتب يترتبوا كلهم سوا. زي ما قلنا الاكسل فيه اختصارات سريعه تساعدنا على السرعة أساساً، هو يعني لكذا يستخدمه أغلب اللي في العمل. طيب، النص يعني صاير شوي كذا على جنب، حابة يكون في الوسط، نفس الشيء أحدده كامل، ونسوي في المحاذاة هنا مجموعة محاذاة. طبعاً إحنا لسه في الشريط الرئيسي. تمام، مجموعة محاذاة، نسوي توصيل، صار النص والكلام والأرقام في النص. تمام، مثلا حابة أغير لون الخط، مثلا هذا حابة أغير لونه، وأيضا العمود، كلنا حددنا الصف، نحدد العمود كنترول ونحدد العمود، بسم الله، حددنا الصف كنترول ونحدد العمود، مراضي يزبط ما ادري ليش،
الحين حددنا الصف. شوي إيدي قاعدة تفلت. كنترول وأحدد العمود. تمام؟ حددت الصف والعمود. الحين أبغى يكون النص بول وأبغى يكون في خلفية للنص. مثلا يكون أزرق كذا فاتح شوي أحلى. زي ما شفتوا أو لاحظتوا إن الخطوط حق الخلية اختفت، بين الخلايا اختفت. كيف نرجعها؟ نرجع نحدد الصف ونحدد العمود ونروح إلى هنا مجموعة خط، نختار هذه أيقونة، نفتح ونسوي كافة الحدود. طبعاً إذا كنا حابين بس حد أيسر إلى كل طرف ممكن. طبعاً بحط كافة الحدود راح يتحدد لي كافة الحدود. حابة يكون صافي الربح، الله يرزق الجميع، بلون ثاني. طيب من هنا نفس الشيء حددته وأروح أحط لون ثاني ممكن يكون في هذا اللون. طبعاً إحنا عارفين إنه بيشيل الحد، فأضيفه من البداية بما أنه محدد. ما قاعد أحدد كل شوي، لا هو محدد خلاص، غيرت لونه أحط فيه حدود إذا كنت أبغى حدود. طيب الحين هذه البيانات مثلا أبغى أشوف الحد الأدنى والحد الأعلى، يعني الربح أي شهر فيه كان ربح أكثر وأي شهر ربحه أقل. كيف أشوف هذه الخطوة؟ نختار هنا، نحط هنا خلية أو نختار الخلية اللي إحنا حابين يكون فيها، نحط الحد الأدنى. زي ما لاحظتوا الخلية صارت بنفس تنسيق الصف اللي قبله، يعني هذا شيء جميل ويسهل علينا العمل أيضا. الحد الأعلى أكثر. طيب والحد الأدنى، كيف نحسب الحد الأدنى والحد الأعلى للأرباح؟ نفس الشيء أيضا، من هنا الحد الأدنى كتب لي دالة حق المين، اسمها دالة المين أو المين فانكشن. تمام، هذه الدالة تحسب الحد الأدنى، يعني أي حد، الحد الأدنى من هذا تقارن لي الصف الخلايا اللي في الصف كامل وتطلع لي الحد الأدنى فيهم. طيب هي حددت كامل، أنا ما أبغى كامل، أنا أبغى أحدد بس الأشهر بدون الإجمالي والمتوسط. حددت بالسحب، ضغط على الخلية الأولى وأضغط زر الماوس الأيسر وأسحب الماوس كده تحدد. كتب لي مباشرة B2، يعني من B2 إلين G2. تمام، انتر راح يطلع لي الحد الأدنى. أوكي، هنا المصروفات ما راح أحسبها من جديد زي ما قلت، راح أحط هنا أحدد الخلية أسحب لتحت راح يطلع لي الحد الأدنى في المصروفات والحد الأدنى في صافي الربح. بالنسبة للحد الأعلى أيضا نفس الطريقة، بعد نفس الشريط الرئيسي يجي هنا الحد الأقصى، هي نفسها الحد الأعلى، حدد لي مجرد ما ضغط عليه حدد لي هذا كامل. أنا طبعا ما أبغى كامل بس الأشهر، فمن بحدد الخلية الأولى وبسحب وبالضغط على زر الفأرة الأيسر وبالسحب بالماوس حدد عندنا الأشهر. تمام، انتر طلع لي الحد الأعلى في الأشهر. أرباحي كانت في شهر من الأشهر 3500. حلو، الحين المصروفات، عشان أحسب المصروفات قلنا إن إحنا نسحبها. طيب أنا ما حابة أسحبها. طريقة ثانية أذكركم فيها، نحط يساوي. تمام، ونكتب الدالة، دالة الحد الأعلى ماكس. أوكي،
مجرد ما أضغط عليها بيطلع لي طبعا هنا شريط كذا عشان يذكرك بالصيغة. طيب هي ماكس، وحدد الخلايا اللي أبغى يحسب لي الحد الأعلى أو يظهر لي الحد الأعلى. انتر من لوحة المفاتيح طلع لي الحد الأعلى. طبعا بسحبها، ما عندي وقت اني احسب كل شيء لحال، السحب يسهل علي العملية. طيب هنا كان التنسيق في النص، وهنا التنسيق على اليمين. عشان احوله الى الوسط ممكن اني احدد واجي هنا محاداة واسوي نص، وممكن طريقة ثانية بالفرشة احدد اول شيء الخلية اللي ابغى انسقها، تمام، او اخذ التنسيق منها اول، والفرشة حددت لي، راح الون كأنه الخلية اللي حابة ينتقل التنسيق إليها. يعني حابة مثلا تنسيق هذا أخليه هنا نفس الشي لون وردي في الوسط، بالفرشة حددت الخلية أول، بالفرشة هنا وبحدد الخلايا اللي أبغاها تصير بنفس التنسيق اللي كان في صافي الربح، تمام. هنا راح أحدد في الفرشة أضغط هنا، صار التنسيق نفسه، اللون نفسه، المحاذاة نفسها، تمام. بقيت هنا طبعا ممكن إن احنا نحددها كامل ونروح هنا المحاذاة ونسوي توصيل، صار توصيل. يعني عدة طرق ممكن نستعملها. طيب الحين كذا يكون تقريبا غطينا الأرباح والمبيعات. ممكن يكون برسم يوضح لي أكثر، يعني أحياناً نحتاج ما يعني كثرة الأرقام وكذا تدور الراس شوي، حابة أعرف كذا برسم يوضح لي بشكل أسرع. نحدد البيانات كلها اللي حابينها. طبعاً أي محبة الحد الأدنى من الأشهر تقريباً، خلينا نحدد الأشهر مع النص. نروح إدراج، هنا عندنا مخططة، نقدر نختار أي نوع من هذه المخططات بحيث يكون البيانات مخطط أو رسم بياني. طيب هنا ممكن عمود ثلاثي الأبعاد، هنا مخطط هيكلي، هنا مدرج تكراري، هنا خطط خطي ثلاثي الأبعاد، تمام. راح نختار عمودي ثلاثي الأبعاد مثلا بهالطريقة، ضغطنا على المخطط اللي احنا حابينه، نضغط على زر الماوس الايسر ونحرك كذا بالماوس، نقدر نتحكم فيه في مكانه. طيب بالنسبة الى هذا المخطط ممكن ان احنا نكبره وممكن نصغره على حسب ما نحتاج. طيب عنوان المخطط زي ما هو واضح هنا ممكن ان احنا نغيره. طيب ونكتب مثلا مبيعات سنة 1400 او انجليش ممكن، يلا خليها ما نبغى 2020، مبيعات سنة 1441، تمام. عنوان بس الى الرسم. طيب محب العنوان، هنا عندنا مجرد ما نضيف المخطط، مجرد ما نضيف المخطط يظهر لي تبويب تصميم المخطط. هذا التبويب يوفر لي عدة أمور، ممكن أعدل نمط المخطط، تمام، ممكن أختار نمط مختلف زي ما انتو شايفين كيف، ممكن أسود، أنماط متعددة. طيب عشان هذا الاسم أنا محابة يكون موجود، يعني أشوف أنه ما إلى داعي يكون موجود. نجي هنا إضافة عنصر المخطط، عناوين المحاور، عناوين المخطط ممكن يكون بلاء، ممكن يكون في الأعلى، ممكن يكون متداخل، يعني بحيث يكون
قريب إلى الرسم، نخليه في الأعلى. تمام، طيب قلنا العنوان نقدر نشيله ونقدر نخليه. تسمية البيانات ممكن تكون بلا، ممكن تكون وسيلة شرح للبيانات حيث يكون واضح على كل عمود هو يعني كم. طبعاً إحنا ما نحتاجه لأن في الجانب الأيمن موضح، أو ممكن في ناس تحتاجه. وسيلة الإيضاح قلنا من وين؟ من تسمية البيانات. وسيلة شرح البيانات ممكن نضيف وسيلة إيضاح أيضاً من هنا، وسيلة الإيضاح هذه اللي بين إلينا الألوان العمود، يعني العمود الأزرق هو أرباح المصروفات باللون البرتقالي أو البني كده صاير صافي الربح الرصاصي. ممكن تكون في الأعلى توضح أكثر. أيضاً ممكن أني أغير الألوان، يعني بمجرد ما أضغط على الأرباح هذه أغير ألوانها. تمام، تغيير الألوان من هنا ممكن أني أغير الألوان زي ما أحب. أوكي، حابة يكون مثل ما هو نخلي. طيب ما عجبني هذا الشكل وحابة أغير نوع المخطط، يعني شوي حبيت أني أغير من هنا تغيير نوع المخطط. طبعاً إحنا لسه تصميم المخطط، تصميم المخطط هذا يظهر لما نضيف مخطط ما يكون موجود على طول. تغيير نوع المخطط ونختار نوع المخطط اللي إحنا حابين يكون، مثلاً دائري أو شريطي مساحي تباين أي نوع، عدة أنواع هنا، حلقي مدرج تكراري. مثلاً راح أضيف دائري، وافق. طيب نضاف دائري، أيضا الدائري يظهر لنا أنماط وممكن نغير ألوان زي ما قلنا، وممكن أيضا نغير كل واحد على حدة، يعني هذا المثلث أنا حابة يكون لون ثاني. طيب نجي تنسيق، نحدد المثلث هذا اللي أنا أبغى أغيره معاجبني لونه، تبويب تنسيق، تعبئة الشكل، أحدد اللون اللي أنا أحب يكون موجود، مثلاً أخليه وردي، هذا رصاصي أوكي، هذا شوي لونه لا مو مناسب. نفس الشيء تعبئة الشكل ونختار لون إحنا نكون حابينه. طيب أي شكل، ما أدري أي لون على حسب ما تحتاجي. طبعاً هذه مجرد تنسيقات، إضافة جمالية للرسم أو المخطط. طيب نجي هنا إلى ورقة العمل الثانية، نضيف نموذج ثاني أو مثال ثاني يوضح أشياء أو استخدامات ثانية. قبل لا أبدي إذا حابة أسأل بس إذا كان اللي شرحته واضح أعطوني رقم 3 في الشات، إذا كان اللي ذكرته واضح ما في سؤال أعطوني 3. إعادة سريعة للمخطط الأخير. طيب نرجع للمخطط الأخير، هذا المخطط غيرت من وين؟ مجرد ما أضيف المخطط يظهر لي هنا تغيير نوع المخطط. طيب وغيرته إلى دائري، تمام من هنا، واخترت الدائري وحطيت موافق صار لي دائري. أوكي، بعدها عشان أغير الألوان من هنا تغيير ألوان. طيب غير الألوان، ممكن إن إحنا نغير كل مثلث لحال، قلنا من تبويب تنسيق
نحدد الجزء هذا اللي حابين نغيره وتعبئة الشكل ونغير اللون زي ما احنا حابين. تمام. ايضا ممكن ان احنا نطلع بيانات على الشكل نفسه، إضافة عنصر المخطط، تسمية البيانات، ونضيف هذه التسمية إلى داخل كل جزء بهالطريقة. اللي سألت أو اللي قالت إني أعيد، واضح ولا؟ بعيد عن النقاشات، ممكن اللي سألت تقول إذا كان واضح أو لا. تمام. نيجي للمثال الثاني. المثال الثاني مثلاً نخليه على طالبات المتفوقات مثلاً. نحط الاسم هنا والدرجات. طبعا راح يعني اقارن الدرجات النهائيه بس، يعني ما راح اسوي درجات بالتفصيل، لا عشان اذكر بس خطوه المقارنه. عندنا المتفوقات، الاسم مثلا نضيف غدير، ننزل انتر للصف الاسفل، ممكن ملاك انتر حنان، انتر مثلا فاطمة، انتر أزهار مثلا. نيجي إلى الدرجات، الدرجات نحطها من 100، يعني مثلا 99 هنا، هنا 90، ننزل انتر للصف الأسفل 98، انتر 80 مثلا، انتر نقول يعني مثلا 88. المتفوقات، انزين كيف أطلع أو أقرر هل الطالبة متفوقة أو لا؟ أكيد لي يعني حابة أني أكرم مثلاً المتفوقات، طيب على أي أساس أني راح أكرمهم؟ مثلاً أبغى أكرم بس اللي حاصلين على 99 أو لا اللي حاصلين في 90. طيب كيف عندي بيانات يعني طالبات مرة عدد كبير، يعني مو زي كده 6، صعب أني أحسب أو أني أقارن الدرجات كده واحد واحد. نيجي إلى الصيغ ونضيف من منطقية F. تمام، ظهر لي نافذة. أول شيء نحدد الخلية اللي أبغى العملية تصير عليها. طيب أنا قلت المتفوقات اللي أكبر من 90، تمام، أو الأكبر ويساوي 90، يعني يا 90 وأكبر. تمام، نحط الخلية وأكبر تكون أو تساوي 90. تمام، نجي إلى إذا كان الـ value F2، يعني إذا كانت النتيجة صحيحة، وش راح يظهر عندي في الخانة؟ راح تظهر متفوق. طيب إذا كانت مو متفوقة بتكون ناجحة، موافق. طيب 99 طلع لي متفوق، لأن إحنا قلنا من 90 وفوق راح يطلع متفوق. طيب عشان أحسب عندي بيانات مرة كبيرة، ما راح أحسب واحدة واحدة بهالطريقة، بسهل على عمري، بطلع الأرقام بشوف هل هي متفوقة أو لا. لا، إحنا نبغى شيء سهل علينا، فبمجرد ما حسب خلية واحدة راح أسحب بنفس الطريقة اللي سويتها قبل، بسحب زر الماوس الأيسر وبس بضغط وبسحب إلى تحت،
إلين الخلايا كلها. ظهر لي المتفوقات والناجحين بس، تمام؟ حابة أني الأسماء هذه مثلاً أرتبها من الألف إلى الياء. من وين؟ من الشريط الرئيسي. نسوي فرز وتصفية، الفرز من الألف إلى الياء راح يرتب لي الأسماء من الألف إلى الياء، وممكن أيضاً من الياء إلى الألف بشكل عكس، تمام؟ بالنسبة إلى الدرجات، الدرجات بإمكاني ما أسوي صيغة صيغة F وأقارن و بإمكاني إني أطلع الدرجات المتفوقات في الأعلى ويبقى عندي الدرجات النازلة تحت. نفس الشيء راح أحد أسوي تصفية، إنزين، واختار تصفية. طيب راح أختار الدرجات، طلع لي هنا صار في قوائم. طيب بالنسبة للدرجات أني أبغى تصفية، أبغى بس 99 يظهر لي، ويظهر 90 و98، أوكي اللي في 90، أو مثلاً أني حابة أكرم بس 99، فأحدد بس 99 خلي يطلعوا لي، أضغط موافق بيظهر وياي بس اللي جايبة 99، تمام؟ هذه طريقة. طبعاً نرجع تراجع، أيضاً ما نبغى تصفية. الحين عشان نرتبهم، نرتب التنسيق هذا، عشان نرتب تنسيق النص هذا كله من الشريط الرئيسي، ممكن بولد، وممكن من لوحة المفاتيح كنترول بي راح يسوي لنا النص والأرقام النصوص كلها يعني غامقة أو بولد، ممكن تكون مايلة أيضا، وبنفس الشيء بكنترول آي ممكن تكون مسطرة، طبعا احنا محابين. بالنسبة للمتفوق ممكن أخليه بلون ثاني، أوكي، أحدد هنا ويتلون عندي المتفوق. طيب ممكن هنا تحديد كده زي ما قلنا، وكنترول ونحدد العمود الأسماء. لحظة، نحدد أول شيء الصف، بسم الله، نحدد الصف وكنترول ونحدد العمود. طيب بسم الله الرحمن، نحدد الصف، كنترول، نحدد، مو جاية، نحدد العمود، مو جاية تزبط. بعد ما حددنا الصف نضغط كنترول ونحدد العمود، حاول بالله، حددنا الصف وكنترول ونحدد العمود. طيب زبط الحمد لله. نغير اللون حقه، من هنا نغير اللون، ممكن نخليه هذا اللون أو أخضر، ونضيف طبعا الخطوط راح تنحذف، فنضغط على الحدود عشان تنضاف عندنا حدود. طيب حابة يكون في المنتصف الكلام زي ما قلنا، حدود كده، ممكن على اليسار ممكن على اليمين. طيب حابة يكون هنا عشان التنسيق، أحذف هذا العمود، حدده، أضغط كليك يمين، حذف، راح ينحذف عندي العمود. في طريقة ثانية عشان نحذف العمود بهذه، بعدين حذف الخلايا ونحذف عندي العمود مجرد ما ضغط، تمام؟ في عدة طرق، طبعا الأسهل إن كليك يمين وتسوي حذف. حابة أضيف هنا هنا بين الدرجات والمتفوقات
عمود جديد. أروح إلى إدراج خلايا، نضاف عندي عمود بينهم، تمام؟ طبعاً عشان نحذفه زي ما قلنا من كليك يمين وحذف. طيب هذه شغلة. الحين حابة أعرف أني كم طالبة موجود عندي، كيف يعني هو في الإكسل ممكن يكون يعني مرقم، بس يعني لشيء ثاني غير اسم الطالبة، لحظة، ممكن يكون هو إلى حساب العدد، يعني الدالة لحساب العدد كانت طالبة أو غيره، ممكن يكون نازل مو من الأول إحنا مبدين، فأنتي مو عارفة كم طالبة، هذا حل إلى الموضوع. نيجي هنا إلى صيغ ونختار عدد الأرقام ونحدد الخلايا حق الأسماء ونضغط إنتر، ما طلع لي، ليش؟ لأنه ما يستقبل نصوص، دالة الكاونت إلى الأرقام فقط، فأني ما رح أقدر أعرف من النصوص. إذا حابة أعرف رح أعرف من درجاتهم مثلاً، من أي شيء ثاني أعرف عددهم. طبعاً هذه الدالة ممكن نستخدمها في المبيعات أيضاً، عدد المنتجات اللي إحنا ضايفينها، فهي دالة مفيدة في أنواع ثانية زي ما قلنا عدد الأرقام، ونحدد الأرقام هذه، نسوي إنتر، طلع لي 5 أرقام لأن الأول مو محسوب، أحط فيه العنوان. طيب ممكن يكون عندي عدد كبير من الطالبات وأدرس مثلاً عدة صفوف، جتني أم لطالبة تسأل يعني عن درجة معينة وأني مو ذاكرة هل الطالبة في هذا الصف أو في هذا، أبغى أطلع درجاتها، وش أسوي بشكل سريع؟ طبعاً مو بس على الطالبات الموضوع، يعني كمثال هو ممكن يكون لأي شيء بنقدر نبحث عنه. نضيف من هنا، نروح إلى بحث وتحديد، نختار بحث، تمام؟ نبحث عن من إحنا؟ عن طالبة من الطالبات اسمها مثلاً فاطمة. طيب خيارات، بيبحث لي في الورقة، تمام؟ بحث عن التالي، حدد لي الخلية اللي فيها فاطمة. طبعاً لو كان الأسماء طويلة راح ينزل إلي لين التحديد، بيحدد لي الخلية وين ما كانت. طيب هذه فاطمة ممكن يكون اسمها غلط، يعني أنا مسميتينها فاطمة بالغلط، ممكن اسمها زينب مثلاً، فنستبدل. طبعاً هنا البحث، هنا الاستبدال، بحثنا عن فاطمة وجدناها، طيب استبدلها بزينب، نكتب زينب، نسوي استبدال، راح يستبدل لي فاطمة بزينب بشكل سريع. طبعاً إذا كان يعني في أكثر من ما من في أكثر من شيء كاتبة أني فاطمة فاطمة وأني كلها غلط وأبغى أستبدلها، ما راح أروح وأدور اسمها وأكتب زينب ومن جديد أكتب كل صف أكتب، لا، سهولة نبحث عنها، نسوي استبدال، وممكن استبدال للكل إذا كانت مكررة أكثر من مرة، وبس كذا استبدلناها. طيب إذا كانت ممكن نضيف صفوف، حابة أضيف صف بين حنان وغدير، أضغط كليك يمين إدراج، بيدرج لي صف، أيضا هنا ممكن إدراج بيدرج لي صف، عشان أحذف هذول الصفوف الفاضية صار عندي، يعني أنا مع الشغل صار عندي، مو أدرجتم يعني كذا عبث، لا، مع الشغل حذفت بيانات صار عندي فراغات في الصفوف، كيف أحذف هذه الفراغات؟ ما بمشي والله وأحذف صف 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 كل صف أدور الفراغ وأحذفه عشان
أسلم الشغل أو كذا، لا نروح إلى الشريط الرئيسي ونسوي بحث وتحديد، نروح الانتقال إلى خاص. الانتقال إلى خاص ونحدد الفراغات. حددنا الفراغات، طيب موافق، حدد لي الفراغات. أوكي هذه الفراغات أنا ما أبغاها، فوش بسوي؟ بضغط كنترول مع علامة الطرح نفس الوقت، تظهر لي نافذة إزاحة الخلايا. موافق، الصف أكمله، حدث لي الصفوف، طبعا هي تحدد لي الخلية اللي فوق، لحظة بس، حدد لي الصفوف. هنا عندنا الخلايا الفارغة من بحث، انتقال إلى خاص، الفراغات، موافق، خليه يحدد لي الفراغات. لحظة، هو تحدد لي العمود، يا الله، انتقال إلى خاص، فراغات، موافق، حدد لي الأشياء الفارغة. طيب كنترول وطرح، موافق، ما ظهر، هو المفروض ينحذف لي، بس لحظة، معلق، ما ادري وش في اللابتوب. فراغات، موافق، تمام، كنترول والطرح، تمام، إزاحة الخلايا إلى الأعلى، هذا إيه؟ أيوة، نسوي موافق، زاح لنا الخلايا إلى الأعلى وانحدث لي الصفوف الفارغة بشكل سريع، كل الصفوف الفارغة انحدثت. طيب إذا كان اللي شرحته واضح عفوني في الشات 4. أوكي همشي نركب هاجي نصص بالإكسنال. طيب الحين الناجح والمتفوق كيف ظهر عندي؟ راح أحدد الخلايا ونسوي ديليت عشان أحذف اللي سويته، عشان أعيد عليكم. طيب الحين هنا نروح إلى الصيغ، الصيغ هذه نختار منطقية، نختار F. طيب اخترنا ال F، هذه دالة شرط، الإف دالة الشرط، أوكي، نختار الخلية اللي منطبق عليها، أوكي، ونحط علامة الأكبر، مثلاً أكبر من 90 أو أكبر أو يساوي 90، أوكي، هنا حطينا الشرط، حددنا الخلية وكتبنا الشرط إن هي أكبر من وشو أو أصغر من وشو، نكتب تمام. هني الـ value of true، الـ value of true ممكن يكون يعني النص اللي إحنا حابين يكون، إذا كان الشرط صحيح نحط متفوق مثلا. طيب وإذا كان غير ذلك، يعني هو مو 90 ولا أكبر من 90، نحط ناجح، مجرد ناجح، نسوي موافق، صار خلية نفذت إلينا، عندنا هنا هذا بس ناجح 88 ناجح. طيب ما راح قلنا ما راح أعمل لكل خلية دالة شرط بروحها، فالناجح هذا راح أضغط بمجرد ما يظهر الرمز الزائد هذا الصغير الأسود، راح أسحب للأسفل ويظهر وياي المتفوقين والناجحين، طبق لي كل على كل خلية دالة الشرط، تمام. طبعا نتأكد منها من هنا، من الصيغة، شريط الصيغة الرياضية الشرط. كيف أظهر شريط الأيقونات اللي عندي فوق مختفي؟ طيب هنا في كذا إخفاء الشريط تلقائياً أو إظهار علامة التبويب والأوامر، سوي إظهار ويظهر وياك هذا الشريط. من وين جبتي انتقال إلى خاص؟ طيب انتقال إلى الخاص
من شريط الرئيسي بحث وتحديد الانتقال إلى خاص. حددت الفراغات. طيب سويت موافق، حدد لي الفراغ. أوكي، وبعدها أحذف بكنترول مع طرح. إذا كان اللي ذكرته واضح أعطوني رقم 4. إذا في سؤال ممكن تكتبه. طيب إذا كنا حابين نعمل إذا كنا حابين نعمل رسم أو مخطط بياني، نفس الشيء نحدد وإدراج ونختار نوع المخطط اللي إحنا حابينه يظهر ويانا المخطط. طبعاً نحددين البيانات كلها. في أسئلة كثير في الشات. في الختام أحب أقول بالرضا تحلو الحياة، وبالابتسامة تهون المشكلات، وبالاستغفار تنقضي الحاجات، وبالدعاء تتحقق المستحيلات. أشكركم كلكم جميعا على حضوركم، وأشكر المسؤولين على هذا الملتقى الرائع. أشكر وكيلة شؤون الطالبات دكتورة ريم الحربي، ومشرفتي دكتورة مزاهر، والمنسقة دكتورة آلاء. شكرا على عطائكم الجميل، وشكرا على هذا الملتقى الرائع، ويعطيكم العافية جميعا. وإذا في أي سؤال ممكن على الشات، وممكن اللي حاب ياخذ حقيبة اللي شرحته في ملف PDF موجود، يتواصل وياي سناب وأرسله له على الإيميل. الله يعطيك العافية بنتنا زينب، حاسوبية المستقبل. شكرا لك على هذه السلسلة الطيبة، نورتينا. الله يعافيك. في الثلاثة أسابيع نورتينا بمعلومات جميلة وبشرح رائع، شهادة ما شاء الله تبارك الله من الحاضرين لأنهم استفادوا كثير من المعلومات اللي طرحتيها. كذلك وقفتي عند النقاط اللي كان عندهم فيها مشاكل، وساعدتيهم في أنك تعيدين النقاط وتشرحينها كذا مرة. شكرا لك بنتنا زينب، وإن شاء الله نشوفك مستقبل مشرق، نفخر فيك إن شاء الله فيه. الله يعطيك العافية بنتنا. الله يعافيك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتورة. الله يخليك. شكرا، نشكر زينب الطالبة المجتهدة، ونتمنى انها تكون قدوة لزميلات ان شاء الله تعالى، ونتمنى انها فعلا تكون حاسوبية المستقبل باذن الله تعالى، كما يحلو لها ان يعني تدعى بهذا اللقب. لنشكر سعادة الوكيلة دكتورة ريم الحربي على اتاحة الفرصة الطيبة لابراز مواهب ومقدرات بناتنا الطالبات والخريجات من خلال هذا الملتقى الطيب الذي أتى في هذه الأيام الفضيلة المباركة. بنشكر سعادة معالي مدير الجامعة الدكتور محمد الناجي القحطاني. بنشكر أستاذة آلاء على جهود المقدرة وتعب الكبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع. كما نشكر الحضور الكريم الذي يتحفنا بالحضور ومتابعة الفعاليات المقدمة ضمن هذا الملتقى، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق أهدافه، وهي الخدمة المجتمعية لكافة قطاعات وفئات المجتمع من خلال فعاليات متنوعة. نشكر نخبة الأعضاء التدريس الذين كانوا وما زالوا معنا خلال هذا الملتقى، وأيضا بنات الطالبات والخريجات. أشكر مرة أخرى للحضور الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حقيقة يعني أشكر الجميع يعني على هذا الجهد، وصراحة يعني المحاضرة محتاجينها جدا. يعني الإكسل بالنسبة لعضو هيئة التدريس مهم جدا في كل عمله،
فبشكر الدكتورة ريم والقائمين على أمر هذه الورش القيمة، وبشكر الطالبة يعني أداها رائع. كنت بسأل عن توظيف الإكسن في معالجة نصوص اللغة، يعني مثلا لدي نصوص أريد أن أحدد مثلا المترادف منها والأشياء الخاصة باللغة، يعني المترادفات والمتضادات وكذا وكذا، كيف أو هو أنا أتوقع أنه هو سريع في البحث يعني الآن كما لاحظت، يعني أنا ما اشتغلت بحوث بالإكسل لكن يعني يفيد في البحث، فكيف نوظف الإكسل في إفادة البحث اللغوي مثلا؟ وجزاكم الله خيرا. شكرا دكتورة. دكتورة مزاهر، ردينا على الدكتورة عائشة وبنتنا زينب. نعم دكتورة عائشة، شكرا لك على المداخلة القيمة والجميلة. فعلا الإكسل هو كأحد البرامج خدمة المايكروسوفت أوفيس، هو عنده استخدامات عديدة جدا ممكن نستخدمها، ممكن من خلال تفعيل زي ما ذكرت بنتنا زينب انه من خلال البحث، يعني ممكن اضافة دوال واضافة يعني غير الدوال الرياضية، ممكن استخدامه بالذات الاصدارات الحديثة من المايكروسوفت، بالذات عندنا مثلا المايكروسوفت اوفيس 16 فيه امكانية، فيه ميزة بتاعت فيتشر اسمها الاد ان، الآن بنستطيع من خلال نوظفه في استخدام في البحوث باختلاف الأنواع البحوث أو مجالاتها، يمكن بكل بساطة يستخدم في استخراج مرادفات اللغة، طبعا حسب طبيعة البحث يمكن أن يطوع الإكسل لما فيه من مرونة الأوفيس. الأوفيس هو أصلا نازل أندر الويندوز، والويندوز لأنه نظام نوافذ بنسميه بيوفر لنا بيئة تفاعلية رسومية زي ما واضح معانا من خلال الثلاثة دورات السابقة اللي هي الوورد والبوربوينت والآن الإكسل، وعندنا الأكسس يعني أيضا، بس نسبة ليضيق فترة الملتقى إن شاء الله تعالى ممكن نوعد السادة الحضور بأنه يعني تفرد إن شاء الله تعالى لقاءات أو مساحات أخرى للتحدث عن حقيبة المايكروسوفت كاملة بإذن الله تعالى، ممكن تقدم تكون مثلا مخصصة لأعضاء التدريس أو للبحوث أو للباحثين أو الباحثين في مجال البحث العلمي أو حتى كل من يرغب في عمل البحث في أي مجال كان، يعني حتى في مجال الشركات، في مجال البنوك، في المجالات التجارية، في المجالات الخدمية، في المجالات الصحية أيضا، يعني ممكن تصمم أنظمة كاملة باستخدام الإكسل، بس ما على السيد المستفيد إلا يوضح ما هو الشيء الذي يريده، ممكن تصميم نظام متكامل باستخدام المايكروسوفت، خدمة المايكروسوفت يعني، وحتى بالذات الإكسل يعني فيه ميزات جدا كبيرة زي ما ذكرنا، ممكن من خلال فيتشرز موجودة على شريط الأدوات الرسومية المبينة وذكرت منا بنتنا أمثلة طيبة ممكن استخدامه في البحوث. أرجو أن تكون الإجابة أوفت ما تطمح إلى معرفة الأستاذ أو الدكتورة عائشة. شكرا ومقدرين حضرتك دكتورة. الدكتورة عائشة ممكن يعني تبدي وجهة نظرها، الدكتورة عائشة ممكن تستعمل الميكروفون أو بعدين، عفوا يعني من بداية المحاضرة من بداية اليوم إحنا نقول أن الرابط لسه يعني هو رح نعتمده لكن لسه ما صدرت الشهادة عليه، ما اكتمل هذا الأسبوع، كيف الشهادات تصدر والأسبوع لسه ما اكتمل؟ هو على العموم دكتورات وبنتنا زينب عشان ما أخذ من وقتكم، يبدو أن الشات كامل جالس تتكلم عن موضوع الشهادات، فما في أسئلة على لاحظت الشيء من واني أشرح الكل يتكلم عن الشهادات وفي مشاحنات مرة لدرجة وترتني واني أشرح، فأعتذر على التوتر اللي حصل، بس في ناس ما أدري أهمها الشهادة، بالعكس سعيدة كون في ناس داخل عشان الفائدة، وإن شاء الله قدمت فائدة كافية للأشخاص إن شاء الله اللي طبعاً بنتنا زينب ولا تعتذرين، يعني بالعكس إحنا شاكرين ومقدرين لك والحضور بعد،
ترى منهم ناس كثير تشكرك ومقدرين للمحاضرات اللي عطتيها وحضروا معاك من الأسبوع الأول والأسبوع الثاني ومن ثقتهم فيك حضروا الأسبوع الثالث لأنهم يعرفونهم راح يتعلمون على الإكسل كويس وقاعدين يطبقون معاك ويتعلمون معاك. فممكن الناس اللي توها تحضر هذا الأسبوع هم اللي حصلت من جهتهم مشاحنات. فعلى العموم شكرا. أيوة شكرا بنتنا. وحنا نعتذر بعد يعني حنا كنا فاتحين الشات عشان أنت تتفاعلين مع الجمهور تعرفين إيش أسئلتهم هل فهموا معك ولا لا كان في ملاحظات ممكن تساعدينهم في أنهم يفهمون هذه النقطة أكثر. بالنسبة لموضوع الشهادات أي والله يعطيك العافية بنتنا. الله يعافيك. شكرا شاكرين ومقدرين لك بنتنا زينب وإن شاء الله نشوف لك مستقبل مشرق. الله يعطيك العافية. شكرا على الشرح الواضح. شكرا لنا. عفواً أستاذة لا أنا برضو حابة أكد يعني حابة أكد على هذه النقطة يعني للأسف يعني ما توقعنا الحضور إحنا بنفتكر إنه الحضور نخبة يعني إن شاء الله تعالى وواصغين يعني إنه الناس بتحضر معانا نخبة يعني دائماً التعميم مخيل وفي في 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 بسيطة يعني ممكن همها الشهادات وكذا لكن إحنا واصغين إنه غالباً الحضور الكريم المتابعين على مدار 3 أسابيع حتى هذه اللحظة هم من الأشخاص الذين يحضرون الملتقى لأجل الفائدة وده الهدف الأساسي. الهدف الأساسي إنه تحصيل الفائدة وهذه الدورات أصلاً دورات خدمة مجتمعية يعني حتى مش دورات نفعية أو ربحية. ونحن بنشكر جميع القدم وعطانا من وقته في هذه الأيام الفضيلة. كل شخص منا يحتاج إلى كل دقيقة وثانية من وقته حتى يوظفها هذه العشر الأيام العشر الفضيلة. أي شخص منا محتاج لوقته لكن أيضاً نحتسب أن فعاليات هذا الملتقى أيضاً هي من العمل الصالح بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يثبت أجر المقدمين وأجر القائمين على هذا الملتقى أن يكتب أجرهم ويثيبهم خير الثواب. أيضاً كل من ترك أشغال أو أعمال لأجل الحضور نسأل ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب ذلك في موازين حسناته من أجل طلب العلم بإذن الله تعالى. يعني الطالب في سبيل العلم يعتبر بمثابة المجاهد والجهاد في سبيل الله حتى يرجع بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب القبول ويثبت الأجر لكل من حضر معنا ولكل من قدم ضمن فعاليات هذا الملتقى الطيب المبارك الذي أتى في هذه الأيام الفضيلة التي من المفترض أن يكون الناس جميعهم يعني يتحلوا بالأخلاق الفاضلة. أمس مشاحنات على الحضور وتزوير وتسريب الرابط اليوم يعني حديث غير لائق على إدارة الملتقى وأيضا لازمنا نتحدث عن أن هذه فئة قليلة إن شاء الله تعالى ونحن مستمرين مع الحضور اللي بيهمه تحصيل الفائدة ونرجو من ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا لتقديم ما ينفع كل من يصبو إلى أن يستفيد من فعاليات هذا الملتقى التي بإذن الله تعالى سوف تتواصل معنا إلى يوم القدر فعاليتين. ندعو الحضور الكريم مرة أخرى للحضور معنا لتكملة فعاليات هذا الملتقى وإذن الله تعالى الفعاليات المقبلة في مقبل الأيام. شكرا جزيلا. إن شاء الله. شكرا دكتورة الله يعطيك العافية كفيتي ووفيتي. ونشكر كذلك الحضور الكريم اللي دائما يجي معنا ويستمر معنا. في الحين حنا نوريكم الصفحة الأساسية لأن جتنا أسئلة كثيرة. هذه صفحة الوكالة. الوكالة هي اللي مطلقة الملتقى الصيفي الإلكتروني وكالة جامعة حفر باطن لشؤون الطالبات. هنا تلقون الإعلانات وتلقون روابط التسجيل تنزل قبلها بيوم. عفوا مو روابط التسجيل روابط الحجرة تنزل قبلها بيوم وكذلك تنزل تقارير وتنزل إعلانات وينزل الجدول الخاص بالمحاضرة وتنزل أخبار ثانية للجامعة. هذا هو الحساب الرسمي حق وكالة شؤون الطالبات. ما عندنا سناب ما عندنا إنستغرام ما عندنا أي شيء ثاني. إحنا عندنا هذه الصفحة فقط.